مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. أهلا ومرحبا بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. ملفاتنا النهاردة إن شاء الله تكون ملفات على مستوى الكرة الإنجليزية أكتر. خلاص البريمير ليج سينطلق خلاص، والإثارة والمتعة ستعود للكرة في العالم مش بس في إنجلترا. خلاص يوم الجمعة القادم ينطلق البريمير ليج مع كريستال بالاس والأرسنال، طبعا بمشاركة نجمنا الكبير محمد النني اللي بيقدم مستويات أكتر من رائعة في الفترات الأخيرة من الموسم الماضي، وكمان على مستوى البري سيزون هذا العام انطلاقة جديدة للمتعة والإثارة في البريمير ليج. هنتواصل مع حضراتكم كمان على مباراة الدرع الخيرية أو السوبر الإنجليزي اللي كان بيجمع طبعا بطل البريمير ليج المان سيتي ببطل كأس الرابطة الإنجليزية بليفربول. تألق نجمنا الكبير محمد صلاح، إضافة جديدة من الأرقام القياسية والألقاب على المستوى الفردي والجماعي مع ليفربول. محمد صلاح يتألق ويعني بيقول لنا الموسم كمان القادم هيكون موسم أكتر من رائع على المستوى الفردي إن شاء الله، وعلى المستوى الجماعي، وكمان بإذن الله على مستوى منتخبنا المصري. هنتكلم كمان النهاردة يعني خلاص في الدوري الإنجليزي، ما بقول لحضراتكم نجوم عرب كتيرة جدا. محمد صلاح بنتكلم على حكيم زياش نجم طبعا تشيلسي، بنتكلم على رياض محرز نجم طبعا المان سيتي، ولعيبة كثيرا جدا جدا على مستوى يعني العرب اللي بيمثلونا مش بس في البريمير ليج، على مستوى الدوريات الأوروبية بشكل أكثر من رائع، ولكن طبعا على مستوى البريمير ليج بيكون شكل مختلف واهتمام خاص وكورة مختلفة بمعنى أصح. بنتكلم على نجوم كبار زي ما بقولت لحضراتكم، على رأسهم طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح، وكمان رياض محرز اللي بيأدي كمان على مستوى البريمير ليج طبعا يعني أرقام كبيرة جدا ومستويات رائعة مع المان سيتي. كمان محمد النني اللي يمكن كلنا سعداء بيه، يعني كلنا سعداء بمحمد النني طبعا. يعني البريمير ليج والتويتر بتاعت او التويتر صفحات البريمير ليج بيتصدرها زي ما بقول لحضراتكم نجومنا العرب على مستوى محمد صلاح، حكيم زياش، بنتكلم على النني، رياض محرز، كلهم نجوم كبار جدا وكلهم يتنافسوا بشرف للحصول طبعا لافضل مستوى. بنتكلم على كمان زي ما كنت هكمل كلامي على النني اللي يمكن انا في رايي عوده اكتر من رائعه، يعني بعد طبعا غياب كثير عن التشكيله الاساسيه محمد النني بيرجع في اخر 5-6 مباريات في البريمير ليج، بيثبت انه لعيب كبير كابتن الفرقه على مستوى الماتشات المباريات في البري سيزون. ان شاء الله محمد النني بيقدم مستوى رائع، ان شاء الله يستمر في الموسم القادم اللي خلاص يوم الجمعه القادم ان شاء الله كلنا هنتابع محمد النني والارسنال امام كريستال بالاس. هنتكلم كمان زي ما بقول لحضراتكم على المباراه الكبيره اللي جمعت يوم السبت اللي فات فريق ليفربول والمان سيتي. هنشوف المدربين الكبار اللي اتكلموا في ايه، هنشوف يورجن كلوب خلي بالكم اكتر مدير فني فاز على جارديولا تقريبا في 10 لقاءات 10 مباريات، ما استطاعش جارديولا ان هو يفوز على يورجن كلوب. الدهية يورجن كلوب بيقدم مستويات احنا بنتفرج على المباراه وكانهم لسه يعني في وسط الموسم، مش بري سيزون خالص، مش على مستوى فريق راجع من اجازه او راجع من بري سيزون. سرعه واداء وقوه والتحامات وتكتيك وافكار مدربين ظهرت في هذه المباراه بشكل اكتر من رائع، هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله باذن الله النهارده. لكن خلونا قبل كمان ما نخش على الصحف العالميه قالت ايه نتكلم مع حضراتكم برضو في بعض الاخبار السريعه. نبداها بتريزيجيه، طبعا تريزيجيه لاعبنا المتألق حاليا خلاص في الدوري التركي بيحصد كأس السوبر التركي. يعني اول حاجه طبعا بنهني نجمنا الكبير تريزيجيه، كمان تريزيجيه من اللعيبه المميزه سواء على المستوى الفني او على المستوى السلوكي، بنهنيه بكأس السوبر التركي فريقه الجديد ترابزون سبورت. ويمكن تريزيجيه نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على تويتر صوره من تتويج فريقه بلقب كاس السوبر، وكمان يعني بعد الفوز على طبعا سبورت برباعيه يعني دون رد، يعني تريزيجيه قال نحن الابطال. طبعا لقب السوبر التركي يعتبر التايتل الثامن لتريزيجيه في مسيرته بعد تتويجه طبعا بلقب الدوري المصري مع النادي الاهلي والدوري البلجيكي مع اندرلخت، وطبعا تتويجه بدوري ابطال افريقيا مرتين، كاس السوبر الافريقي مرتين،
ايضا الكونفدراليه الافريقيه مع النادي الاهلي تريزيجيه كمان. يعني انا على المستوى الشخصي كنت اتمنى انه يكمل في البريمير ليج، لكن هو بيلعب في نادي كبير في الدوري التركي، هيلعب كمان في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم. كل التوفيق لنجمنا الكبير تريزيجيه، واللي الحقيقه يعني هو اكيد حضراتكم عارفين انتقل من استون فيلا يعني بعقد يمتد حتى 30 يونيو او 30/6/2026 مع ترابزون سبورت مقابل 4 مليون يورو وراتب سنوي يصل الى 1.5 مليون يورو للنجم الكبير تريزيجيه. كل التوفيق لابننا تريزيجيه. الخبر الثاني هنروح لالمانيا. دورتموند بيتفوق على طبعا ميونخ 1860 في طبعا احد الانديه اللي بتلعب في الدوري الدرجه